بالشرطة، والطريقة المثلى هي من خلال الأداء والنتيجة للوصول إلى الصدارة مع القوة الجوية والمحاولة وهدف أول. جول حسين علي يسجل لفريق الشرطة أول أهداف المباراة. وأمانة بغداد يتعادل مع نفط ميسون، والثاني الثاني الثاني هدف آخر، هدف ثاني لفريق الشرطة. مهند علي ميمي، مهند علي ميمي بدخوله إلى المباراة يسجل هدف ثاني وهدف الثامن مع فريق الشرطة خلال هذا الموسم.